أغرب القضايا في قصص الإجرام، ولكن قصة اليوم هي غريبة حقا. ولكن البطل في هذه القصة والتي كشف عن جريمة قتل وهو ببغاء. في عالم الجريمة كل شيء مباح، فجرائم القتل والنصب والسرقة وغيرها والتي اعتدنا على سماعها دوري يصاحبها أشياء أخرى لا يكشف عنها إلا نادر، وهذا ما يجعل بعضها أغرب الأحاديث والقصص التي لا يصدقها عقل ولا تستوعبها النفس. واليوم من أغرب القضايا قصة ليست من درب الخيال ولا فكرة من مبدع مبهر، وليست بصورة خيالية لفنان من الواقع، وإنما هي قصة إنسانية عميقة من الواقع الذي نعيشه من داخل المحاكم خلال سنوات طويلة من الزمن. قصة الببغاء الذي كشف عن جريمة قتل ولغز مهم، وتنتشر جرائم القتل في العالم بصفة كبيرة جدا، ويسعى رجال الشرطة جاهدين وبكل سعي للوصول إلى الحقيقة، ومن أجل أن ينال المجرم عقابه وجزاءه أن لا يهرب من جريمته. وتركت الجرائم بمختلف أنواعها وأدائها أثرا سيئا على النفوس، وهناك العديد من الجرائم التي باتت لغزا معقدا، وهناك من نجح رجال الشرطة في حل لغزها وللوصول إلى الجاني خلال فترة زمنية قصيرة. يوجد أيضا ما هو غريب في عالم الجريمة، ومن أغرب القضايا التي شاهدها المجتمع الأمريكي قضية مقتل أحد المواطنين. وليس مقتل الشخص هو الغريب، ولكن الغريب في هذا الأمر أن يقوم الببغاء بكشف لغز جريمة قتل ذلك المواطن بعد عامين من وقوع الجريمة، حيث كان يعيش معه في البيت. تعثرت السلطات الأمريكية على مواطن يدعى مارتن دورام مقتولا داخل شقة نتيجة 5 رصاصات اخترقت جسده، ولم يكن يوجد في مسرح الجريمة سوى الجاني والمجني عليه والببغاء الذي يطلق عليه اسم بوت، وهو الذي شهد اللحظات الأخيرة في حياة الضحية. كان الببغاء يردد الكلمات الأخيرة التي جاءت على لسان القتيل قبل وفاته بلحظات، مما أدى إلى سهولة الوصول إلى القاتل عن طريق ذلك الببغاء الذي ساعد رجال الشرطة إلى كشف حقيقة مقتل مارتن. استطاع رجال الشرطة التأكد من أن زوجة القتيل والتي تدعى جيلينا التي قامت بتنفيذ جريمة قتل زوجها بإطلاق 5 رصاصات متتالية إلى جسد، كما أثبتت الشرطة أن القاتلة حاولت أن تنتحر بعد أن انتهت من جريمتها باستخدام المسدس نفسه الذي قتلت به زوجها، غير أن محاولة الانتحار قد باءت بالفشل. كانت محاولة انتحار الزوجة قد جعلت السلطات تعتقد أنها ضحية لهجوم غاشم أطاح بزوجها وكاد أن يقتلها، مما جعل الشبهات المتعلقة بالجريمة تبتعد عنها. كانت القاتلة تؤكد براءتها من محاولة قتل زوجها، ولم تفكر مطلقا أن الشرطة تقوم بالوصول إلى الحقيقة بسبب ذلك الببغاء. كانت المفاجأة صادمة وساحقة للقاتلة التي وجدت نفسها مدان في قبضة رجال الشرطة الذين قاموا بتوجيه الاتهام إليها بقتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد. لم يكن يخطر ببالها أن الببغاء الذي كان يعيش معهما قد حفظ كلمات زوجها الأخير واستمر في ترديدها. كان الببغاء يردد في نهاية كلامه عبارة Please don't kill me. I have a lot to live for. من الواضح أن تلك العبارات التي كان يأمل بها العفو من زوجته، مما جعله يتوسل إليها بعدم إطلاق النار عليه. وبعد مقتل مارتن قامت زوجته السابقة كريستينا بأخذ ذلك الببغاء للعيش معها. أصبحت شهادة ذلك الببغاء من أغرب الأمور التي حدثت في تاريخ القضايا. ذلك يدل على أن معظم الجرائم في العالم غير مكتملة الأركان، ودائما يوجد الدليل الذي يصل من خلاله رجال الشرطة إلى القاتل ومهما طالت الفترة الزمنية لحدوث الجريمة.